هاي، انا شريف فاروق، انا بدرس فيزيكس. هتكلم النهارده معاكم على الماجنتس والماجنتيك ماتيريالز. طبعا احنا عارفين الماجنت دوت بيبقى ماتيريال بيقدر ياتراكت الميتلز او الايرون، والميتلز او الايرون اللي هو بيعملها اتراكشن اسمها ماجنتيك ماتيريال. الماجنت دوت ممكن في الطبيعه يكون ماجنت، بنلاقيه على طبيعته ماجنت، بس ساعات بنحب ان احنا نجيب ماجنتيك ماتيريال which is not a magnet ونحولها لماجنت، وساعات بنحب ان احنا نرجعها تاني تبقاش ماجنت. في اربع طرق بنقدر نحول بيها الماجنتيك ماتيريال انها تبقى ماجنت، وثلاث طرق عشان نرجعه تاني not a magnet. اول طريقه منهم هي الرابنج. الرابنج يعني ايه؟ يعني بجيب ماجنت اوريدي موجود وبعمل له رابنج على الماجنتيك ماتيريال في اتجاه واحد بس، فبيحوله الى ماجنت. الطريقه الثانيه هي الهامرنج. هامرنج يعني ايه؟ يعني برضو بجيب ماجنتيك ماتيريال وبحطها في اتجاه النورث اند ساوث بتوع الماجنتيك فيلد بتاعه الارض، وبعمل هامرنج عليها فبتتحول لماجنتيك ماتيريال. الطريقه الثالثه هي بالحراره. برضو بحط الماجنتيك ماتيريال في اتجاه النورث اند ساوث وبسخنها لدرجه حراره معينه، لما بتبرد بتبقى ماجنت. اخر طريقه، الطريقه الرابعه، ان احنا نحط الماجنتيك ماتيريال ديت جوه ماجنتيك فيلد قويه. ماجنتيك فيلد قويه ديت بنعملها بحاجه اسمها الكتروماجنت. الماجنتيك فيلد ديت لما بحط جواها الماجنتيك ماتيريال بتتحول لماجنت. طيب الاربع طرق دولت، في ثلاثه منهم لو عكسناهم بيشيلوا الماجنتيك Property. هما ايه التلاتة؟ لو حابب تكمل معايا الدرس ممكن تحجز عن طريق nafhambytyro.com او تبعت لنا مسج على الفيسبوك.